وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا وعلى الهواء مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي الباحث راشد عيسى الجاسم، رئيس البحوث بمركز الوثائق التاريخية في مركز عيسى الثقافي. مساء الخير أستاذ راشد، وكل عام ومملكة البحرين بألف خير في ظل قيادة سيدي جلالة الملك. طبعا لا شك أن هذه المناسبة الوطنية تجعل من الضروري استذكار تأسيس الدولة البحرينية الحديثة على يد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة في عام 1783، وهو تثبيت لحكم آل خليفة في البحرين وشبه جزيرة قطر بعد تأسيس دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762 ميلادية. حدثنا عن ذلك أستاذ راشد. بداية يطيب لي أن أتقدم بصادق التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين وكل محب لهذه الأرض الطيبة بمناسبة العيد الوطني المجيد، هذا العيد الذي نستذكر من خلاله أحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح عام 1783. طبيعة الحال تعيدنا هذه المناسبة في استذكار تأسيس الدولة البحرينية الحديثة، وتعيدنا أيضا إلى تأسيس دولة آل خليفة في الزبارة في عام 1762 على يد الشيخ محمد بن خليفة العتمي. فمنذ بداية الحكم عمد الشيخ محمد بن خليفة على تحسين الزبارة ببناء قلعة صبحة التي أرخ لها بحساب الجمل بالعبارة أو بالجملة الشهيرة: تمت بعز عون الله حاميها. فيعود تأسيسها إلى عام 1182 هجري الموافق لعام 1768 ميلادي. فكانت سياسة الخليفة في تعمير موطنهم تتضمن بداية تحصين الدولة بإنشاء المنشآت العسكرية، فتم ذلك بإنشاء قلعة طبحة من ثم استكمال التعمير فيها. فدعم أيضا الخليفة الحركة العلمية وخصصوا الوقفيات للمدارس في الزبارة ولطلبة العلم، فقدم إلى الزبارة مجموعة كبيرة من العلماء من مختلف الدول والتخصصات، فقدم إليها علماء من الإحساء، من البصرة، من الزبير، من الساحل الشرقي، وكانوا في مختلف التخصصات، فمنهم من علماء الفقه الإسلامي، منهم من علماء الفلك، ومنهم من علماء الحساب وعلوم اللغة والنحو والصرف وغيرها من العلوم. فأصبحت الزبارة حاضرة علمية ازدهرت فيها العلوم والثقافة. ومن جانب آخر دعم آل خليفة التجارة وأصدروا تشريع يعفي البضائع والواردات والصادرات من الرسوم، وهذا التشريع شجع بشكل كبير بتدفق رؤوس الأموال إلى الزبارة، وأصبحت بذلك من أحد أهم الموانئ في المنطقة. وفي نفس الوقت التقارير التي أوردتها المصادر التاريخية المعاصرة لنهوض هذا الميناء التجاري في الزبارة، ومنها نستذكر وثائق منتخبات سلدانها، ذكر من أن حكومة الزبارة كانت تحفي السلع من الضرائب ولا تجمع أي من الرسوم الجمركية، فأدت بطبيعة الحال إلى ازدهار الزبارة كنموذج تجاري بارز في المنطقة. وهذا الأمر وهذا الازدهار سواء من الناحية الثقافية أو من الناحية التجارية دفع إلى أبرز المؤرخين والكتاب، ومن بينهم لورمر في موسوعته التاريخية المشهورة دليل الخليج، بأن يقول بأن بداية التاريخ الحديث لشبه جزيرة قطر تم مع استقرار عائلة آل خليفة في الزبارة. وهذا الأمر يعكس لأن للمنطقة ذي لم تكن لها أهمية سياسية أو أهمية تجارية قبل استقرار آل خليفة في الزبارة. وفي السياق ذاته
يذكر الكاتب والباحث محمد التاجر في ذكر دور آل خليفة في عمار الزبارة، قال: فقد عمرت بهم الزبارة وازدهرت بنوع من الحضارة والعمران، وتسابق الناس لسكناها من البحرين وقطر والكويت وعمان، تسابقت أيضا القبائل في شبه جزيرة قطر بمبايعة آل خليفة قبل حتى فتح جزر البحرين. ويذكر لورمر في موسوعته أن خلال 20 عام من استقرار آل خليفة في الزبارة تحولت الزعامة على كامل شبه جزيرة قطر لآل خليفة. فهذا الإعجاب بهذا النموذج الحضاري والنموذج الثقافي والاقتصاد المزدهر جعل من أهل البحرين يرسلون المكاتيب لآل خليفة يطلبون منهم حكم جزر البحرين. فلبى هذا النداء المؤسس والقائد الكبير الشيخ أحمد الفاتح وفتح جزر البحرين في عام 1783، واللي اليوم احنا نحتفل في احياء هذه الذكرى السعيده وهذا العمل الكبير الذي قام به. فعندما رتب شؤون البلاد وشؤون جزر البحرين جعل من قبله ممثلا يرعى مصالح جزر البحرين، وعاد مجددا الى العاصمه الزباره التي اصبحت العاصمة التاريخية للدولة البحرينية الحديثة في كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. فهذه ذكرى للوحدة التاريخية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. نعم، الأستاذ راشد عيسى الجاسم رئيس البحوث بمركز الوثائق التاريخية في مركز عيسى الثقافي، كنت معنا عبر تقنية الاتصال المرئي على الهواء مباشرة. نبارك لكم مجددا هذه المناسبة الوطنية العزيزة، وشكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات الاستثنائية.